هيئة الرئاسة في حركة أمل مرشح الثنائي الوطني في البقاع الغربي ورا شيا قبلان قبلان شدد على ضرورة أن يكون الاستحقاق النيابي الانتخابي استحقاقا وطنيا لبنانيا لتجديد الحياة السياسية والدستورية في لبنان. كلام قبلان جاء خلال لقاء انتخابي في بلدة سحمر نظمته الماكينة الانتخابية المشتركة لحركة أمل وحزب الله في حسينية البلدة بحضور مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حميدي وقيادات حركية في المنطقة وفعاليات البلدة الاجتماعية والثقافية والتربوية والبلدية والاختيارية وحشد من الأهالي. فكل ما يجند من إعلام وسفارات وجمعيات وأموال سيكون مردوده عليهم معدوما، لأن من قدم الدم والصمود والتضحية والفداء والتحرير لن يصعب عليه أن يقدم كلمة. والفرق بين الكلمة التي نريد أن نقولها والكلمة التي يريدوننا أن نقولها كبير. يريدون أن نقول نعم لمشروعهم، ونريد أن نقول لا لذلك المشروع. يريدون أن نقول أننا تعبنا واكتفينا، ونريد أن نستسلم، ونحن نريد أن نقول أننا خلقنا في خط ومسير ومسار التعب فيه راحة، والجهد فيه عزة، والصمود فيه كرامة. وإن شاء الله سترى الصناديق في قرانا وفي كل القرى التي تدعم هذه اللوائح الصادقة والطيبة في البقاع الغربي ورا شيا وفي كل لبنان، ستشهد هذه الصناديق الإقبال الكبير والحضور الفعال لنقول لأمريكا فتشي بشكل دقيق ودققي بكل حساباتك وانظري بالعين المجردة وبالعين المسلحة. لا يمكن أن تري هذا الشعب متردد أو متراجع أو متخاذل. وكانت دعوة للمشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي.